إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذن إخواني الأعزاء، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانت لهم القيادة وكانت لهم الريادة. لماذا؟ لأنهم أخذوا من أنوار القرآن واقتبسوا من هدايته وتربوا على منهاجه، فساروا السيرة الربانية، بل كانوا ربانيين بإذن الله. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين. ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألف لام راء، كتاب تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. الله عز وجل أنزل هذا القرآن ليكون كتاب هداية، أنزله ليكون نور، أنزله ليكون مربيا، أنزله ليكون معلقا هذا الإنسان برب العزة والجلال، أنزله ليكون عاصما له من الزلل، أنزله ليكون له منهاجا وصراطا مستقيما يصل به إلى الله سبحانه وتعالى. وحبل الله المتين ونوره المبين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تتشعب به الآراء ولا تتشعب به الآراء ولا يخلق على كثرة الرد، وهو الذي لم تنتهي الجن إن سمعت إلى أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. من حكم حكمه عدل، ومن تبع طريقه هدي إلى صراط مستقيم بإذن الله سبحانه وتعالى. فالرجوع الرجوع إلى كتاب الله إذا أردنا العزة، وإذا أردنا الكرامة، وإذا أردنا الهداية، وإذا أردنا أن يكون لنا ما كان لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.